ثم مرحلة أخطر من مرحلة التحول، ألا وهو عندما يقنن لهذا التحول أو التغيير والتلاعب بخلق الله، عندما يقنن ويكيف قانونيا. ثم تأتي مرحلة التبرير لهذا التكييف القانوني، أو أن القانون ما خرج إلا من تبرير أصلا. ثم مرحلة الدفاع والاستماتة، أن هذا شيء يدخل في دائرة الحقوق. ثم عاد بعد ذلك مرحلة التطبيع للشذوذ، واللي هي يسمونها التسوية، واللي تدخل في مرحلة العلمانية في أقصى درجاتها، أو فكر ما بعد الحداثة، بعد أن سحب الإنسان من كونه متعالي على الطبيعة وأصبحنا مع الإنسان الطبيعي، الإنسان الذي مسحت ذاكرته من إنسانيته، يكون بشكل غريزي بشكل سلب حتى حقوق الخاصة كإنسان عام، يعني مو شرط في المثلية. هذا الموضوع وعزل عن المجتمع وعدم هذا ظلم يجب أن لا يقع، ويجب أن يدان، ويجب أن يحاسب من يؤذيهم ومن يفتري عليهم ومن يعني يتنمر عليهم. هذا إنسان تبي تحاسبه حاسبه بالقانون، مثل ما تحاسبني أنا بالقانون لما تكلم علي إنسان كلام جارح أو غيره. 2، فضح مستوري الحال منهم وكشف أسرارهم. واحد ساتر نفسه وما يبي حد يعرفه، تدرون شفتوا فلان، صدقوني طحت عليه بدون ما يدري وأنا كنت في عاصمة في باريس. إن ليش الدين مبني على ستر يا جماعة، ما هو ساتر نفسه. النص شكلنا لجنة تاريخية، منهم الدكتور علي الصلابي من ليبيا، دكتور يعني ايضا تحركنا، صار تواصل بيني وبين الشيخ القرضاوي وزرته اكثر من مره في بيته، ايضا تواصل مع الشيخ سلمان عوده وصاغ فتوى مع الشيخ دكتور عبد الوهاب الطريري. طبعا صار توجه الى يعني قبل يعني البدء في العمل الى جهات شخصيه شيعيه، كان في فتوى ايضا موجوده فتوى للسيستاني في موقعه، ايضا توجهنا لمحمد حسين فضل الله واصدر الفتوى بالجواز، وايضا قال يعني ليش تستفتون الشيعة اصلا؟ ايش اضطركم انكم تستفتون مرجعية شيعية؟ طبعا احنا العمل لابد ان نعلم ان القائمين عليهم اهل السنة، طيب فالفتاوى الاصلية كلها من اهل السنة، لكن يعني حتى يكون هناك نوع من يعني التوازن، يعني ان اصدرنا في فتوى من نعم الشيعة. وستسأل يا جلالة الملك، ستدفن لوحدك في قبرك، ستسقط عنك الألقاب، لا جلالة ولا ملك، ستدفن في قبرك وحيدا، ثم تبعث وتنشر، وسنحشر جميعا حفاة عراة، سنحشر يوم القيامة حفاة عراة غرة. ستأتي يا ملك، ستأتي يا ملك أمام صحائفك، أنا حسن سيسأل الله عن أعمالي عن صحيفتي فقط، أما أنت يا جلالة الملك ستسأل عن مليون، ستسأل عن مليون شخص يسكن البحرين، هل تستطيع أن تجيب؟ لقد انتهى عهد السكوت، وليفهم من خلفنا بأننا لن نسكت وسنسلب حقوقنا بأيدينا. والله وبالله وتالله الذي أحل القسم، لو أن الشيخ عاد اليوم لن يخطب لما سكتنا ولا طرقنا عن أحد. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم، والله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم يحب ويرضى، ما بعد أسأل الله منه وكرمه أن يوفقنا وياكم بمسلم، وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها بإذن الله، اللهم أمين. سبحان الله نموت، يعني كل إنسان يكون منحرف عن الجادة الصحيحة والسنة الصحيحة يبان ولو بعد حين، يعني نسأل الله أن يعني يرفع عنهم ولا يبلانا. فسبحان الله نموت، قاعد كلمة هذا ينتشر يعني، وفي ناس قاعدة للناس هذه وقاعدة تنشر شنو فضايحهم التي يعني قاعد يغشون الناس باسم الدين، وهم والله بعيدين عن السنة الصحيحة، يلونون وينشرون السم بالعسل، والجاهل يتجرع، نسأل الله السلامة من ذلك، ولا يبتلي ابتلاء المسلم يا رب العالمين، يرعوه ولا يقدر يعني يخطهم، يحسبهم انهم علماء وهم قصاص جهلاء منحرفين، نسأل الله السلامة عن ذلك وعن الجادة الصحيحة.
فلابد كثر ما نقدر نحمد الله الذي عافانا ما ابتلاهم به، فضلنا على كثير من خاطر ضيلة، وأن يعني نسمع لهم نهائيا النوع هذا. في من الناس يقولك عادي اسمع منه، اسمع منه، اخذ من عنده يعني الشيء اللي فيه فائدة، علي ما فيه فائدة اتركه. وانا ايش دراني، يمكن الرجال هذا يعطيني كلام يغنعني واخذ بقوله كله ان كان صحيح ولا غير صحيح. فالنوعية من الناس هذه ابتعاد عنهم حفاظا على نفسي وعلى ديني، لان لربما يعني يجعلني اثق فيه. الشيطان يتعاون معه عليك، وسبحان الله موت تسمع لا تقوم وانت ما ادري يعني. لا، العلماء موجودين والله الفضل منه، ونحمد الله الذي وفقنا يعني وعلمنا نعرف الصحيح من الخطأ بإذن الله. وإذا نبي شيء نرجع لعلمائنا اللي هم على الكتاب والسنة، ونحسبهم الله حسيبه. من مات منهم عسى الله يرحمه ويغفر له ويجعل ما نشره حجة له بإذن الله مو عليه، وينفعه بإذن الله. والمتبقين نسأل الله أن يمد بعمارهم على الطاعة وعلى ثبات على الدين، اللهم آمين. فسبحان الله يموت يعني النوعية هذه من الناس اللي هو العوضي والأمور هذه كلها، عسى الله يا رب يهديهم، عسى الله يهديهم. والله أنهم مخذولين وخذلوا كثير، الناس تتابعهم ولا تدري شو الموضوع، سبحان الله تتابعهم ولا تدري إنها ليسوا على الجادة الصحيحة. اللهم اهدهم يا رب، واهد جميع السلام، واهدنا معهم وارفع عنهم ولا تبتلين يا رب العالمين. وصلى الله مبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.